قبل ما صورتك في البطن عرفتك، وقبل ما خرجت من الرحم قدستك، جعلتك نبيا للشعوب. فقلت: آه يا سيد الرب، إني لا أعرف أن أتكلم لأني ولد. فقال الرب لي: لا تقل إني ولد، لأنك إلى كل من أرسلك إليه تذهب وتتكلم بكل ما أمرك به. لا تخف من وجوههم، لأني أنا معك لأنقذك، يقول الرب. نرحب بجميع متابعينا وحلقة جديدة من برنامج مسيرتي مع الرب. ضيفنا الأب بيوس عفاص من العراق. أهلا وسهلا أبونا بيوس. أهلا بك، نورتنا أبونا. شكرا شكرا. متابعي قناة القيامة، ضيفنا الأب بيوس عفاص هو أحد أبناء مدينة الموصل. في عام 1951 قصد معهد مار يوحنا الحبيب للآباء الدومينيكيين، حيث أكب على تحصيل العلم والمناقب الكهنوتية لمدة 11 سنة، حيث كانت الرسامة الكهنوتية بتاريخ 10 من الشهر السادس حزيران لعام 1962 في كاتدرائية الطاهرة بالموصل بوضع يد المطران قورلوس عمانويل بني. أكثر من 60 سنة خدمة كهنوتية. تهانينا أبونا بيوس. شكرا شكرا. 11 سنة دراسة في معهد مار يوحنا الحبيب، شارك جمهورنا تلك السنوات، كيف كانت الدراسة؟ ماذا كانت تتضمن؟ أوكي، شكرا شكرا على استضافتكم. أكيد نبدي من السمينير، يعني المعهد الكهنوتي الذي هو معهد مار يوحنا الحبيب في الموصل للسريان وللكلدان بإدارة الآباء الدومينيكان في 51. إذن أنا بنفسي بعد السادس ابتدائي طرقت باب المعهد وتوجهت إلى الأب المدير الذي هو الأب يوسف أومي الفرنسي، وبكل أريحية استقبلني، بس أنا قدرت أن أقدم نفسي للكهنوت للدخول في المعهد. فسألني بعض الأسئلة، أتذكر كلش مليح أنه قال لي: منين تقدر تعيش هالعيشي؟ صعوبة بيها، بعيد عن أهلك، الأكل يختلف، الدراسة. قلت له: أنا عندي هالرغبة وأعرف من وضع يده على المحراث، قال يسوع، لا يلتفت إلى الوراء. فذاك الوقت فعلا يعني طبطب على كتفي، قال لي: أوكي قبلناك. رجعت على البيت قلت لهم: أنا قبلت بالسمينير. كانت يعني المفاجأة، ما كان منتظرين أنه أنا بنفسي راح أقدر أروح وألتقي مع المدير وأطلب منه قبولي في المعهد. وإذا دخلت المعهد معه، كنا صفنا 27 واحد. نعم. من مختلف القرى والأرياف، حتى من هسه نقول بس صفينا 8، صفينا 8 صرنا كهنة، 7 صرنا في سنة 62 مثل ما تفضلتي. واحد مننا الذي هو الأب جاك أجل رسامته عنا سنة أخرى فارتسم بعدنا بسنة، فإذا نحن 8 في هذا الصف الذي دخلنا في سنة 51 وتخرجنا بال 62. الرسامة الكهنوتية 10 حزيران 1962 بالموصل، صح. هل كنت وحدك مرسوم ذاك اليوم أم كان معك أيضا زملاء تلاميذ آخرين؟ زين، شوفي مثلا حكيت أنه نحن 8. نعم. 7 بنرتسم، 7 في 10 حزيران. من كانوا أبونا؟ ثلاثة كلدان، ثلاثة كلدان وأربعة سريان. الكلدان يعقوب شير الله يرحمه صار مطران، ويوحنا زورا أيضا صار مطران وتوفى، وجاك إسحاق الذي أيضا صار مطران وتوفى. ذول الثلاثة الكلدان الذين كانوا معنا. الأربعة السريان هم الأب نعمان وريدة الذي توفى أيضا،
فرانسيس شحولة الذي أيضا توفى، بقينا نحن الاثنين جرجس القسموسة وأنا، هاي نعم. الأربعة والثلاثة سبعة. مثل ما ذكرت لك جاك الذي أجر رسالته سنة بعدنا، إذن راح نشوف أنه راح يسكن معنا بعد شوية. أكيد راح تسألين السؤال عن كهنة يسوع الملك، فهو ارتسم بعدنا بسنة مع كونه قيصار في جماعة كهنة يسوع الملك من مع رسامتنا. شاركنا جماعة يسوع الملك اللي حضرتك أحد المؤسسين، وين كنتم تسكنون أبونا؟ زين، قبل ما نسكن هو نحن أنه شفنا الكهنة في العراق وفي الموصل كلهم يسكنون في بيوتهم، في بيوت أهلهم، يعني ما كان أكو سكنة في الكنيسة أبدا، وهذا كان فد نوع من نعتبره نقص، لأنه ما مناخ لعيش الكاهن في أجواء كهنوتية حتى يكون دائما مستعد للخدمة ويكون له فراغ ووقت متوفر للدراسة والمتابعة وإلى آخره. فنحن إذن نحن من السمنير السنة الأخيرة بدينا نخطط لشيء شوية فريد ومتميز من نوعه، أنه غدنا نعيش حياة مشتركة، أنه كان نطلب من المطران أن يسمح لنا أن نعيش في قانون وبالاتحاد مع بعضنا البعض، ونقوم بأعمال مشتركة، وأيضا نغذي حياتنا الروحية، نسند بعضنا بعض حتى فعلا نطيق نواجه مسؤولياتنا الكهنوتية والرعاوية. فإذا كل خططنا هذا الشيء السنة الأخيرة من قبل رسامتنا، كنا نجتمع مع مدير السمينير الذي فعلا بارك هاي الخطوة من عندنا، وهو الذي كان واسطة للمطارين. كان عندنا إذن مطرانين، مطران الكلدان ومطران السريان، لأن احنا كنا إذن أربعة سريان وواحد كلداني، زين نعم. بس نحن ثلاثة ومع جاك صرنا أربعة، هذول الأربعة كنا نخطط للحياة مشتركة. إذا كان لازم المدير يعني يقنع المطران مال كلدان ومطران السريان أن يسمح لنا أن نعيش حياة مشتركة مع بعضنا، وهذا الشيء الذي كان فعلا نعمة كبيرة، أنه ما كان فد حاجة كبرى لكهنة يخدمون في الرعاية، فإذا صارت فرصة حتى يسمحون لنا أن نعيش هاي الحياة المشتركة. مطران بني أعطانا سنة تجربة، وهاي السنة بعد ما عشناها وجاء في اليوم حضر اجتماعنا وشاف حياتنا المشتركة ومراجعة حياتنا في الأسبوع وصلاتنا ومتابعتنا للنشاطات التي قدرنا أن نبديها من أول سنة. فعلا بارك الخطوة وحطانا المجال أن نستمر في هاي الحياة المشتركة، وهاي الحياة المشتركة استمرت لأكثر من 50 سنة. نشكر الله عليها، لأن فعلا كانت بالنسبة للنعمة أنه كنا إذا محتضنين مع بعضنا متعاونين، يتعهد واحد الآخر، يساعد واحد الآخر، يسند واحد الآخر، ونقوم بعمل مشترك، يعني بحيث أي واحد مننا يقوم بنشاط معين نعتبره نشاط لكلتنا. نعم. راح نشوف بعض النشاطات التي راح نبديها من بدوة حياتنا المشتركة. يعني حياتنا المشتركة كانت فعلا يعني مثل ما أقول ما بس نعمة، لكن محرك لنشاطات كلش كانت متميزة في زمانه. راح أقولها من هسه ما يخالف، يعني أقلكي أول شيء فكرنا بينه هو الشباب. نعم. فإذا بدأنا رأسا نهتم بجمع الشباب في أخوية نسميها الأخوية الطلابية المسيحية أو الشبيبة الطالبة المسيحية. ومن جهة ثانية ندوة للطلاب الجامعيين، ندوة أسبوعية، محاضرات ثقافية دينية روحية اجتماعية، يعني إذن هذا أول توجه في الحياة المشتركة اتجاه الشباب. نقطة ثانية مهمة جدا، حسينا بفراغ
فيما يخص النشر. كانت آخر مجلات مسيحية موجودة في العراق في 56 انطفأت كلها. يعني صار فراغ في الساحة العراقية ما يخص النشر. فنحن بدينا نفكر على الأقل في شيء يسد فد فراغ صغير في هذا الموضوع الحيوي، أنه يصير فد أداة ثقافية لشعبنا. ففكرنا بإصدار سلسلة من المقالات تترقم، صارت سلسلة الفكر المسيحي 10 أعداد بالسنة صغيرة، يعني 16 صفحة كانت، بعدين صارت 20 صفحة، صارت 28 صفحة، بس حجم صغير، موضوع واحد، كل عدد فد موضوع. الكنيسة عبر القارات، مثلا صندوق الأسئلة، الأسرار، العماد، أي عدة مواضيع، يعني 60 موضوع خلال 6 سنوات فعلية لسلسلة الفكر المسيحي، فعلا أدت خدمة كلش كبيرة وانتشرت كثير. يعني من أول عدد نحن ما كنا نتوقع أنه نطيق ننشر هاي السلسلة، بس من أول عدد صار عليها إقبال، طبعنا 2500 نسخة من العدد الأول، وبعدين ظلت تصعد سنويا، يزداد العدد المشتركين وتنتشر في كل أنحاء العراق وحتى خارج العراق. أبونا نرجع على كهنة يسوع الملك، قلت استمرينا بحدود 50 سنة، ولكن حاليا جماعة كهنة يسوع الملك موجودة؟ يعني لما تقولين 50 سنة معناتها يعني كذا تشيبنا أو متنا، قسم منا ماتوا، ماكو كهنة جدد؟ نعم. لا شوفي، الفكرة أنه فكرة كهنة يسوع الملك إذا بدت بال 62 واستمرت بقدر. لا أحكي شيء مهم ما تعرفينه أنت، أنه نحن من أول 2-3 سنين فكرنا أنه ما كل الكهنة يقدرون يعيشون حياة مشتركة، يعني مرتبطين بخورناتهم بأبرشياتهم، ففتحنا مجال لكهنة ينتمون إلى يسوع الملك دون حياة مشتركة، يعني يصيرون أعضاء منفردين. فالذين مثلا انتموا، كثير انتموا إلينا، تقريبا 20 من كهنة كلدان وسريان صاروا من كهنة يسوع الملك. فالذين هي في الموصل مثلا، هذول كانوا يجتمعون معنا أسبوعيا، بس كل واحد في خورنته في مكانه. تشوفين شلون؟ يعني المهم أن كهنة يسوع الملك ما فقط هذول الذين عاشوا حياة مشتركة الأربعة الأوائل، الذين مثل ما قلت في نعمان وجرجس قسموسة وجاك إسحاق وأنا، لكن انفتحت إلى كهنة مختلفين في أبرشيات مختلفة من سريان وكلدان ومن مناطق مختلفة، وهذا فعلا كان قوة للجماعة، أنه وإشعاع من الحياة المشتركة إلى كهنة في أوسع نطاق. يعني بحدود 50 سنة راعي كنيسة مار توما للسريان الكاثوليك الموصل، شارك جمهورنا أبونا ببعض الخبرات مع هالرعية. نقلت 50 سنة يعني كلها ممتلئة من العمل والنشاط بحكم هالشركة، يعني واحد يساعد الآخر في تفكير بالنشاطات، يعني كل النشاطات اللي عملناها كل التنطيق نقول هي مشتركة. يعني لهذا لما فكرنا بالفكر المسيحي أنه نعمل هاي النشرة، هي عمل مشترك. لو ما كنا هالأربعة أكيدا ما كان ممكن تنجح المبادرة النشر، بالعكس بدأت وتركزت وترسخت وتوسعت وكبرت كثير. يعني بعد 6 سنوات الأولى سلسلة الفكر المسيحي تحولت إلى مجلة، مجلة الفكر المسيحي بال71، مجلة جامعة بحجم كبير بأبواب ثابتة ومنوعة، يعني صارت تستقطب القراء في كل مكان. دخلت من الساعة
هذا الصعود يعني مستديم وصل في سنة 94 7500 مشترك. نعم. يعني معناته حدود 40,000 قارئ، ولهذا صارت يعني شغلة كلش مهمة، يعني تعتبر من أبرز نشاطات كهنة سوح الملك الذي تخلدت من خلال الفكر المسيحي. عام 1972 قصدت بلجيكا للدراسة، حصلت على دبلوم في اللاهوت الرعوي وشهادة الماجستير في الإعلام. نعم. أبونا بذاك الوقت كان عندك مجلة الفكر المسيحي والتزامات كثيرة، شلون تركتها ورحت للدراسة؟ هو السؤال بالضبط. شعرنا أنه نحن الشيء الذي درسناه بالسمينير لازم يتجدد، لازم يزداد، لازم يعني مش أقول يترسخ أكثر ويتنوع أكثر ويصير نوع من الاختصاص. فإذا بنظل على ما نحن وبالفكر المسيحي أكيد ما راح نقدر نحسن نفسنا ونحسن إنتاجنا ونحسن نشاطاتنا وعملنا ورسالتنا. فحقيقة كانت خطوة كلش كبيرة أن أكون أنا أول واحد أن الجماعة يضحون بي في سبيل أن أروح وأختص في موضوع يخص المجلة، حتى واحد يكون عطاؤه وأداؤه في الفكر المسيحي أداء أكثر مهني يعني. وهذا فعلا اللي صار. قضيت سنة أولى في اللاهوت الرعوي، وبعدين تحولت إلى جامعة لوفان 3 سنوات، اختزلت سنة وقدرت 3 سنوات أخذ الماجستير في الصحافة. يعني حتى أعود يعني من 72 إلى 76 يعني فعلا أتحمل التعب وظل على كاهل الجرجس القسموسة تقريبا هو ونعمان فقط. يعني كان شغلي كلش صعب عليهم، بس رجعت. وأول شيء أريد أقول لازم بعدي يروح جرجس. فظلينا سنة سوا حتى على الأقل أنا أرجع أتعلم على العمل وأخذ الشيء الذي اشتغل بينه جرجس إلى خلال 4 سنوات، وبعدين أتابع العمل مع بليانو. فهو أيضا سافر إلى بلجيكا وتخصص في علم الاجتماع، بس صارت دراسته أقل من عندي 2 سنين. فعلا قدر أن يرجع، ورجعنا أنا أيضا بغيابه. حقيقة صار الحمل كثير ثقيل بوحدي، يعني ما بعمانة لسه ما أقدر أتصور الشو كنت أطيق شهريا المجلة، وخصوصا بعد ما طباعتها تحول من الموصل إلى بغداد. يعني كل شهر على ما نحضر المقالات مع هذاك الشهر ونروح إلى بغداد ويصير الطبع في بغداد، يعني 20-25 يوم أظل حتى ينطبع العدد وأحمله وأجيبه إلى الموصل، أوزع في بغداد وأجيبه إلى الموصل. يعني 2 سنين يعني عمل متواصل يعني منهك إلى درجة. حقيقة بس انتظرت عودة جرجس حتى ذاك الوقت يصير الحمل على 2. عدا أبونا النعمان دائما كانت عمل رسالته بالمجلة، هو مدير الإدارة أكيد ملعب، يعني أيضا إدارة الاشتراكات والمراسلة مع الوكلاء ومتابعتهم وتوزيع المجلة، كله هذا الشغل كان اختصاص أبونا النعمان. أما نحن 2 أكثر شيء كنا بالتحرير والمتابعة الكتاب والتخطيط للإصدارات مع المجلة، لأنه نحن عملنا شيء كلش كان متميز أنه عملنا عدد خاص. هاي حقيقة بصراحة وقت رئاسة التحرير جرجس القسموسة هو الذي بدأ على 2 متتاليتين 74 و76، يعني وقت غيابي طلع عددين خاصين كلش بديعان، عدد خاص كبير 100 صفحة ياخذ موضوع بس ياخذه من كل جوانبه، يعني مثل كتاب تقريبا بس منوع بأقلام منوعة.
لما رجعنا استمرينا على هذا المنوال، وخلال هال 30 سنة من مسيرة الفكر المسيحي طلع 19 عدد خاص، وذول يسموها قلادة ونفتخر بها كثير، وكل القراء كانوا يعني تماما يعتبرون هاي الأعداد الخاصة بمثابة كتب دسمة ومغذية، ويعني فعلا نورت القراء على مواضيع حيوية وراهنة. مداخلة أبونا بيوس عفاص، في هذا الزمن هل لديك دور في مجلة الفكر المسيحي؟ نحن بعد ما مضي سنوات في الفكر المسيحي عمل متواصل، وخصوصا بعد ما نقلت طباعتها من الموصل إلى بغداد، يعني صار جهد مضاعف وأكثر من مضاعف. المهم أنه استمرينا وظلت على مستوى كلش راب، لكن شو صار؟ أنه بدينا نحس أنه نحن بعد 30 سنة من العمل في المجلة أكيد الكيرف راح يبدي ينزل من كعمر وكتوقعات، ما حد يعرف مرض وفاة زين. فبدينا نفكر أنه ما نريد المجلة تموت معانا، هذا صار كان مصير المجلات المسيحية بصورة عامة كلها ماتت مع أصحابها. نحن غدنا هالمقولة نسقطها، أنه المجلات ما تموت مع أصحابها، أصحابها يموتون والمجلة تبقى، هذا كثير كان الشعار. فشفنا أنه الأباء الدومينيكان أنه ممكن يكونون هي الذين خلفانا في حمل مشعل الفكر المسيحي. إذا نحن المبادرة من عندنا، أكيد ما لقينا أحسن منه في ذاك الزمن، فتوجهنا إليهم وظلينا سنتين في مداولات ونقاشات حتى نسميها فترة التسليم، يعني حتى يأخذون المجلة لازم يأخذوها بكل مع مسؤولياتها، مع يأخذون كل الاحتياطات لديمومتها. يعني نحن أهم شيء كان أن المجلة تستمر زين. نعم. وصار الاتفاق، وفعلا جاء الرئيس الإقليمي مالتهم وقت يوم التسليم، يعني فعلا تعجب بهالخطوة التي هي أعطيناها على طبق من دون أي مقابل. يعني بعد ما مجلة أخذت تركزت وأخذت مكانتها وصال هذا الانتشار 7000 مشترك، يعني هاك تسلم. بس أشنو تمنينا أنه يظلون في خط هذه المجلة، خط النقدي، خط الإعلامي، خط التجددي الانفتاحي، على يعني تعتبر ناطقة باسم كل المسيحيين، لا بل ممكن نقول باسم كل المؤمنين. يعني بحيث كثير كان أخوة المسلمين يشتركون بالمجلة ويقرأوا ويشوفون نفسهم فيها، هذا كان إحدى ميزات هاي الفكر المسيحي. فأتمنينا أن خلفائنا يواصلون هذا الخط. هذا ما راح أحكي ولا كلمة عنه، التاريخ هو الذي راح يحكم على مدى أمانتهم في هذا، على روح الفكر المسيحي كما كانت خلال 30 سنة. أوكي، فإذا أنا هسه ما عندي أي دور في الفكر المسيحي من سنة 95 بعد ما سلمناها. بعدين راح تعرفين أنه من الفكر المسيحي صار توجه إلى شيء آخر. نعم. يعني ما قعدنا بالطالين، أعطينا المجلة وقعدنا بالطالين، لا بالعكس، بدينا نشتغل شغل أكبر وباتجاه أكثر يختلف. أكيد الأب بيوس عفاص هو مؤسس مركز الدراسات الكتابية، هالأحداث كانت في حقبة الثمانينات، كيف جاءتكم فكرة هذا المركز أبونا، وأيضا كم دورة تخرجت من هذا المركز؟ شوفي يعني المجلة كانت موجودة بعد، بس أنا صار لي اكتشاف كتاب للأب شاربانتييه دليل إلى قراءة الكتاب المقدس حقيقة،
يعني أرجع الفضل لهذا الكتاب الذي فعلا خلق عندي رغبة أنه أتوسع بينه وأتعمق، ونفس الوقت ما فقط أنا أستفيد، أريد أخلي هذا أشارك آخرين بينه. فبال 87 انطلاقا من هذا الكتاب ومن هالأفكار التي هي دراسات كتابية نقدية للكتاب المقدس، أطلقت دورة أعمال الرسل، يعني هاي البداية سنة 87. استقطبت 50 طالب وطالبة بأعمار مختلفة، ظلينا سنتين ندرس سفر أعمال الرسل مع اكتشافات كلش مهمة، وخصوصا موضوع القيامة كان هو مركزي في هاي الدورة. يعني تفتحت أذهان المؤمنين إلى طريقة مستنيرة لفهم الكتاب المقدس، كانت كلش جديدة عليهم، لا بل مثيرة، ومرات كانت يعني صادمة، نعم أقولها بصراحة. بس أشنو ضليت أطلب منهم شوية الصبر، أنه أعطوه صبر، صيروا طلاب وبدوا أقبلوا، لا رأسا تأخذون شيء تعرفونه وتعتبرون هو هذا الكل، لا. فحقيقة تجاوبوا مع هذا التوجه وبدوا يستنيرون ويتعمقون وبدوا يفهمون، يقول هسه بدينا ندرك عمق هذا الإيمان. قيامة المسيح ما كان عندنا أي فكرة عميقة عنه، كان ما شغلة معجزة من المعجزات، مثل ما يسوع قوم 3 أشخاص هو زي قوم نفسه، مثل ما كان يحكون بنوع من السذاجة. أكيد قيامة المسيح شيء آخر، على كل ما أقدر أفتح هذا الموضوع كلش واسع. المهم أنه انطلقت الدورة أعمال الرسل سنة 87 ب50 طالب وطالبة. بعدين بال91 عدنا الكرة، ليش؟ لأن كان أكو يوبيل مع الفكر المسيحي بال89، 25 سنة على انطلاقة الفكر المسيحي، فكانت سنة يوبيل كلش مهمة نشاطات، ولهذا ما قدرنا شوية نكمل الدور. أما بال91 بدينا من جديد دورة كتابية، استقطبت رأسا 120 طالب وطالبة، وما بس من الموصل والضواحي، القرى المجاورة يعني يجون كانوا بالباصات. فهذه أشهر صارت يعني مثل ما أقول هذيك نواة الأعمال الرسل، صارت نواة للمركز، أنه هذا المركز بدينا سنتين أوليين، يعني إيش كنا ندرس مقدمات الكتاب المقدس، ندرس في أعمال الرسل، وبعدين ندرس لوقا، إنجيل لوقا، هذا السنتين العهد الجديد. الطلاب مال هالسنتين قد ما نحكي على أنه هذا العهد الجديد كل جذوره هي في العهد القديم، انتلى فكرة بأنه ما نقدر نفهم العهد الجديد إلا بالعودة إلى جذوره في العهد القديم. إذا صالم الرغبة أنه إذا يطلعون إلى مرحلة أخرى أن يدرسون العهد القديم، وهكذا يعني هي صارت مثل ما أقول قرضت نفسها. يعني إذا بعد السنتين الأوليين من العهد الجديد طلعوا إلى المرحلة الثالثة والرابعة، كانت أول شيء سنة بالعهد القديم، صار مدرسها مطران جرجس، كان أبونا جرجس، وبعدين صار مطران، وسنة أنه سنة ثالثة ما كفت، صارت سنة رابعة، وهكذا استقر البرنامج كأنما مصمم حتى يكون هكذا. هو في حين هو الظروف هي فرضت هذا الواقع، أنه الدورة إذن الدورة الكتابية هي 4 سنوات، سنتين للعهد الجديد سنتين للعهد القديم، واستمرت بدون انقطاع بالرغم من كل الظروف التي مرت على الموصل. تعرفون كثير شغلات يعني هاي السنوات بعد السقوط يعني مأساوية حقيقة، بس مع هذا الدورة واصلت. أكو مرات صارت بدأ 4 سنوات صارت 5 سنوات، مرة صارت 6 سنوات بس ما انقطعت. المهم 14 دورة كاملة خرجت من مركز الدراسات، مجموع الطلاب 575 طالب وطالبة، أكيد أكثر من يمكن 2000 هي في العالم كله منتشرين، بس صاروا سفراء للكتاب المقدس وسفراء للمركز في أي مكان كانوا بالعالم.
إذا هذا كان فعلا يعني نعمة كبيرة لكنيسة العراق أنه دخلت دراسة أقول علمية ورعوية جادة وحصينة للكتاب المقدس، فتحت آفاق إلى درجة بحيث يعني صاروا أقول يكون من طلاب يقول هسا بدنا نشعر أن نحن مسيحيين. تصوروا إيش قد صار في تنوع يعني تطور في طريقة فهم للأمور وطريقة عيش للإيمان. نعم. الغاية من إنشاء دار بيبليا للنشر. أي. هذا أيضا نفس الشيء. يعني شوف نحن نصور حياتنا تقريبا هي الأمور هي تجي وتفرض نفسها علينا. نعم. يعني ما العكس مرات واحد يخطط ويرجع يطبق، لا، لأن الواقع هو الذي يفرض علينا أشياء، مثل ما واقع العراق غياب أي أداة نشر فرض علينا أن نفكر بالفكر المسيحي، نفس الشيء هوني هالفراغ كان موجود في موضوع الكتاب المقدس وجهل الناس بصورة عامة يعني على فحوى الكتاب المقدس وخلانا نمشي بهذا الخط. هوني أيضا نفس الشيء، هذا هاي الدراسة لغاية ما يسندها ما يتكفي الأربع سنوات، إذا لازم نضع في متناول هالطلبة والخريجين أدوات تثقيفية تعمقية في الكتاب المقدس، فبدأ العمل في إصدار كتب تفسيرية كلش رصينة سواء تأليف أو ترجمة، بالأكثر ترجمة حقيقة. فكان فعلا بالضبط أول كتاب في صدر هو هذا، قراءة مجددة للعهد الجديد سنة 1999، يعني تقريبا خلينا نقول 12 سنة أو 15 سنة بعد انطلاقة الدور. إذا صار الحاجة إلى كتب تستمر في الظهور لسد حاجة القراء، أول شيء الطلاب وبعدين معلوم مفتوحة لكل القراء من كل الطوائف في كل العراق. وفعلا صار هذا الانتشار، بدأ من خلال الفكر المسيحي وبعدين انطلقت من سنة 1999، ولهذا اليوم السنة هي سنة يوبيل 25 سنة على تأسيس دار بيبليا للترجمة والنشر. من سنة 2000 يعني سنة بعد ما صدر هذا الكتاب صدرت ملفات الكتاب المقدس، هذا كلش مهم. هاي مجلة بيبلية متخصصة، كل عدد موضوع واحد بس من الكتاب المقدس، يكتبوا اختصاصيين في الكتاب المقدس، وهذا أيضا صار له انتشار كبير. لها اليوم استمرار من سنة 2000 إلى اليوم طلع 68 ملف. نعم. من دون انقطاع. وثم بعد طلعت سلسلة أخرى مختارات الفكر المسيحي، وهي مثل هذا. هاي صارت أشنو حاجة أنه الفكر المسيحي مقالاته وأبوابه لا زالت راهنة ولا زالت حالية يعني مفيدة، بحيث بدينا نحس أنه ممكن نجمعها في كتب. مثلا هذا أول سلسلة أسئلة وأجوبة، كان في الفكر المسيحي كل شهر سؤال وجواب مالك، فجمعنا هاي الأسئلة مال 30 سنة تقريبا وخليناها في كتاب، صار كتاب أسئلة وأجوبة منوع بأسئلة من كل الأفق. وهكذا استمرت مختارات الفكر المسيحي على عدة أبواب، بحيث 15 جزء هو مختارات من مقالات الفكر المسيحي خلال 30 سنة التي أديناها نحن. بعدين طلع عملنا سلسلة أخرى باسم روافد، سلسلة روافد هي سلسلة حرة حتى لا تكون فقط بيبلية، يعني بيبلية أبحاث كتابية، صارت اختصاص هالسلسلة في الدراسات الكتابية أو البيبلية. هاني ردنا هاي السلسلة تكون حرة منوعة، فسميناها سلسلة روافد. فعلا كان أول كتاب الخطوات الأولى في المسيحية كتاب تاريخي كلش حلو،
وبعده مثلا طلع هذا الكتاب مختطف يعيد قراءة حياته. هذا بعد ما لحقتي تسألين على الاختطاف. على كل هذا الكتاب يستبق الحدث، بس هو جاء بعد الحدث أكيد بخمس سنوات. صدر هذا الكتاب سنة 2013. بعدين سلسلة أخيرة هي التي سلسلة ألف باء الكتاب المقدس، هاي أيضا سلسلة جديدة. لأن ليش؟ لأن نحن بأبحاث كتابية، ضمن أبحاث كتابية طلعنا 10 أجزاء غطت العهد الجديد كلته بالتفسير. يعني الأناجيل كلها تفسرت، أربع كتب للأناجيل، 5 الأعمال الرسل، 3 أجزاء لرسائل بولس، جزء للرسائل الأخيرة، وجزء للسفر الرؤيا. إذا هذا العمل تفسير للعهد الجديد كله صار. العهد القديم شوية ما كان كثير موجود، فقلنا بحثنا عن سلسلة تغطي العهد القديم، وهاي كانت لقية كلش رائعة. ألف باء الكتاب المقدس صرعت في فرنسا مؤخرا قبل كم سنة، فبنينا هالسلسلة، أخذنا ما يخص العهد القديم وبدينا أن نصدرها بمعدل 2 في السنة. هسا صدر 5 جزء، صدر هسا بعد قبل كم يوم. نعم. كيف بالإمكان الحصول على منشورات هذه الدار؟ هل لديكم وكلاء؟ عندنا وكلاء، ورقيا كان دائما موجود بأسعار كلش مناسبة، لا بل دون الكلفة. ليش؟ يعني حتى ما نخلي أي صعوبة في اقتنائها، وخصوصا في قراءتنا، احنا هذا يهمنا. وبهذا الاتجاه يعني بنينا موقع إلكتروني قبل فترة صغيرة، بث يعني ظهر هذا الموقع www.bibliairaq.com. هذا الموقع يضع كل إصداراتنا يعني تحت متناول القراء كلهم مجانا. يعني ما بقى أحد يقدر يعترض أو يتشكى عشان أقدر أحصل، يقدر يحصل عليها عن طريق الموقع الإلكتروني بالإنترنت وPDF، ويقدر أيضا يسحبها ويخليها يصير كتب ورقية. أوكي، فإذا هذا، واللي يحب الطبعة الورقية أكيد متوفرة، أكيد أكو طرق للحصول عليها سواء من بالعراق أو من وكلانا في بعض الدول خارج العراق. عام 2012 سنة متميزة وذات رونق مختلف، سنة اليوبيلات في حياتك. أبونا سنة اليوبيلات. يعني ليش؟ لأنه فعلا 3 يوبيلات كانت بذيك السنة. سنة 2012 معناتها نحن 87 بدينا دورة أعمال الرسل، يعني معناتها سميها المركز الدراسات الكتابي. إذا 25 اليوبيل الفضي لمركز الدراسات الكتابي، هذا أول يوبيل. اليوبيل الثاني 50 سنة على كهنوتنا أنا وجرجس ونعمان. إذا نعمان لحق توفى بال99، إذا نحن الاثنين احتفلنا بيوبيلنا الذهبي الكهنوتي. وشيء بعد الأكبر، اليوبيل الذي هو 3 50ات، يعني 3 مرات ذهبي، هو يوبيل 150 سنة على تشييد كنيسة مارتوما للسريان الكاثوليك 1863 2012، 150 سنة من الحضور في قلب الموصل بنشاطات متميزة خلال الـ50ات. وبكل تواضع أقول الـ50 الأخيرة التي هي من كهنة يسوع الملك، الذين بالأخير صاروا هي مسؤولين الكنيسة. يعني هاي يمكن ما سألتي هذا السؤال أو ما عرفتي، أنه يعني من بداية كهنوتي أنا صرت أول واحد كاهن رعية في مرتومة مع كاهن الرعية السابق الذي كان ميخائيل صايغ الله يرحمه،
وبعدين صاير ايضا النقل الى بغداد، صار ابونا نعمان وليده معي، صرنا اثنيننا اذا كانت الرعيه المرتومه، وجورجس ايضا اخذ مكاني في وقت غيابي. المهم صارت كنيسه مرتومه، رعيه مرتومه هي تابعه لكهنه يسوع الملك، فاذا صار عمل رعوي الى جانب اعمالنا الصحفيه والثقافيه والبيبليه. نعم. عام 2007 رجعتين على 2007 عرفنا ابونا تم اختطافك بالموصل، تمام؟ صحيح صحيح. كيف كانت الخبرة؟ أكيد الإنسان كل شيء يمر به يكتسب خبرة معينة. إيه حقيقة هذه خبرة يعني فريدة من نوعها، ومن جهة نشكر الله عليها أيضا، لأنه ما بسهولة واحد يعيش خبرة مواجهة الموت. يعني نحن من اختطفنا اعتبرنا دمنا بكفنا مثل ما يقولون، يعني حطينا الموت قدامنا وسلمناها من أول يوم، وهذا ما راح أنسانه أبدا. أكيد أبونا مازن اللي يسمعني اليوم راح يفرح أنه أول عمل قمنا بين ونحن على القاع مددين، طلبت منه قلت له حلني دحلك. يعني شنو؟ أعطيني الحلة وأنا أعطيك الحلة. نعم. عن خطأ يعني كأنما إذا أعطيته حلة من الغفران الخطايا لأبونا مازن، ومازن أعطاني الحلة عن غفران خطاياي، وكانت بالنسبة له أول حلة يعطيها في حياته الكهنوتية. نعم. يعني ما كان تصل له 40 يوم من رسامته الكهنوتية. فهاي التسعة أيام قضيناها حقيقة أطيق أقول تماما واجهنا الموت، بس قبلناه بفرح، قبلناه بثقة، قبلناه برجاء، قبلناه باستسلام. ولهذا هون تجي صلاة الأخشال، هاي ماكو أحسن من هالصلاة التي نحن كان كل جهات يسوع الملك اللي بنيناها من بدء حياتنا المشتركة، كانوا مثل ضمن صلاتنا اليومية مع صلاة أخرى، صلاة خاصة لجهات يسوع الملك، معها صلاة تسليم الذات للأخشال دفوكو. فهاي كانت صلاتنا اللي ما بس لمرة بالنهار، لعشرات المرات خلال النهار، لأن عبر عن قدرة الإنسان أن يسلم نفسه بين يدين الآب، كأنما يسلم حياته، أنا مستعد للموت ومن أجلك. فهاي أكيد سندتنا في هالمحنة وعطتنا فد نوع من الشجاعة، من الصبر والجلد والصمود في خلال هالتسعة أيام. كل دقيقة من هالتسعة أيام نعتبر كانت هي الأخيرة بحياتنا، بس انعطانا عمر جديد لما أطلق سراحنا بعد التسعة أيام، فكانت أكيد فرحة عارمة بالعالم كله. نعتبره كان مثل صلاة الناس من كل الجهات، خصوصا لأن إحنا سنة 2007 هاي يمكن ما تعرفيها، أنه كان مؤتمر الاتحاد الكاثوليكي الدولي للصحافة، فكنا مشتركين بينه في أنا وجورجس في كان في كندا. وبهذا المؤتمر انعطت للفكر المسيحي الميدالية الذهبية، يعني أكبر جائزة للصحافة الكاثوليكية من بين مئات الصحف والمجلات والجرائد الكاثوليكية بالعالم كله، انعطت للفكر المسيحي هاي الميدالية لصموده ولقدرته على الإعلام لحرية الرأي والإعلام الرصين. نعم. أحب إذا تسمحين يعني أقرأ هاي ما كتبتونه في غلاف الكتاب مال مختطف يعيد قراءة حياته. نتمنى، تفضل. حين فكت قيودي ودخلت من جديد في صندوق السيارة، ومن ثم انفتحت عيناي المعصوبتان على نور الشمس،
أول ما حضرني كانت كلمات القديس بطرس الذي سقطت السلاسل من يديه وانفتحت له أبواب السجن ووجد نفسه وحيدا في العراء، فقال: الآن علمت أن الله أرسل ملاكه فأنقذني من يد هيرودس ومن كل ما يتوقع شعب اليهود. هكذا نحن أيضا إتبان المحنة ولا سيما بعدها أدركنا كم حرك اختطافنا، وفي كل مكان من دموع سكبت وقلوب تضرعت وأياد استغاثت وألسنة رفعت الصوت عاليا مستنجدة حينا ومحتجة حينا آخر، وفي كل الأحوال واثقة أن يسوع هو رب المستحيل. ليت تلك الخبرة تواصل جريها فتحملني على الجري لخدمة الكلمة بالرغم من كل المعوقات، إذ لابد لكلمة الله من أن تبقى غير مقيدة. آمين يا رب. ممنونين أبونا لمشاركتنا هالخبرة. أيضا نتمنى شاركنا خبرة لما رجعت للموصل بعد أحداث 2014، شفت هالكنيسة العزيزة على قلبك كثير كثير، أكيد عزيزة على قلب كثير من أبنائنا، كنيسة مارتوما للسريان الكاثوليك الموصل، كان بيها دمار كبير. أصررت أنه تتعمر هالكنيسة مرة ثانية، معها شاركنا أو عرفنا عن المتحف المفقود. شغلتين. نعم. حلو. هذا سؤال كلش مهم. أكيد أول شيء متحف مارتوما تأسس سنة 1996. لملم كل ما كان في الكنيسة من أشياء أواني وصلبان وشمعدانات وكتب ومخطوطات وبدلات كهنوتية وحلل وإلى آخره، يعني ثم رأسا توسع إلى التراث الموصلي، يعني صار متحف التراث الموصلي مثل جزء كبير من المتحف صار للتراث وللأزياء الشعبية، يعني متحف حقيقة أكيد كثير ناس يتذكرون، يعني كان متحف يعني نادر وماكو مثله بالموصل كله. فهذا المتحف الذي يعني كان قبلة الأنظار يعني في وقت دخول داعش أخذ بكليته بكامله برمته باعتناء إلى مكان مجهول حسب شهود عيان في المنطقة بعد التحرير. عرفنا هذا الشيء أنه الحمد لله والشكر ما تفرهد ولا حرق مثل غير أشياء، لأن يعني بالكنيسة كل الأرشيف مال الكنيسة، كل الكتب اللي كان عندنا، ما الفكر المسيحي، كل إصدارات، كلها احترقت، كلها حرقت. أما المتحف لا، حفظ، لأنه أكيد كان مطلوب منا من يوصلونه سالم ومثل ما هو. فإذا ننتظر أن يظهر في اليوم بعد آمين. سنين في أحد المتاحف العالمية إن شاء الله. آمين. هذا من جهة، هذا سنة 2014. زين؟ نعم. الكنيسة. فالكنيسة بعد ما صار التحرير يعني ما كان ممكن أنه تبقى هالكنيسة الأثرية التاريخية عمرها 150 سنة أن تبقى في الخراب. الحمد لله أنه ما سقطت، يعني ما انهدمت، ما انهارت. ليش؟ لأنه كان كل قبل ما يخرجون كان كل عينوا مكانات التفخيخ، لكن بالأخير ما لحقوا وظلت هاك الصامدة. فهاي أيضا نعمة كبيرة أنه الله صانع من الانهيار. فإذا صار الأشياء التي خربوها قابلة للتأهيل وللترميم وللتجديد، فصار عملية كبيرة من خلال 5 سنوات، 3 مراحل كبرى حقيقة، 3 مراحل في الإعمار. فواحد يورى الأخ
بحيث بالأخير رجعت ما بس مثل ما كانت، كثير أحسن بعد ما كانت، لأن صار تطوير في بعض الأشياء التي ما كانت ناقصة بها، رجعناها مثل ما خرجت من إيد بنائيها الأولين. فمع كل المبنى المحيط بالكنيسة والمتحف نفسه أيضا كله تعمر، وهذا صار تدشينه الأخير سنة 28 نيسان 2023 على إيد المطران الموصل الجديد مار بنديكتس يونان حنو. هذا كان حقيقة فرحة كبيرة أن رجعت الكنيسة، وأيضا هي رمز أول شيء لحضور المسيح في الموصل، وبنفس الوقت محفز ودافع للمسيحيين للعودة. قد يوم يكون إن شاء الله قريب إلى الموصل وإلى كنائسه. فتعمير الكنيسة إذا هو من جهة حفظ التراث الذي موجود في الموصل كحضور المسيحية في الموصل من جهة، والشيء الثاني هو أنه هاي الكنائس إن شاء الله ينفتح الطريق لعودة مسيحيها إليها، وترجع الحياة الطبيعية ونعيش الإخاء والمحبة بين أطياف المدينة كلها من مسلمين ومسيحيين وغير أطياف. آمين يا رب. متابعي قناة القيامة، حاليا أبونا كاهن متقاعد، فكيف تتجسد خدمتك حاليا في كرمة الرب أبونا؟ أنا بالنسبة لي أكيد من صرت 75 رأسا قدمت الاستقاء، يعني الطلب سموا التقاعد. نعم. وبس أش وقت كانت مع سنة 2014 في بنقل المحنة الكبرى على الموصل وعلى سهل نينوى، بحيث راحت مع الشيخ راح في مكتب المطران بطرس موشي، وراحت الكتاب وما جاء الجواب أيضا، إلى ما بعد التحرير قدمت من جديد الطلب الإحالة إلى التقاعد، وانعطاني بس مع إعطاء إمكانية أن أتابع العمل في إعمار كنيسة مار توما. إذن بتنقل يعني بإرادة الراعي الأبرشية أعطيت كل جهدي في إعادة إعماره، وظلت هالسنين كلها. بس من جهة ثانية واصلت عملي في المركز دراسات من الناحية الدراسية، يعني ظلت الدراسة متواصلة إلى اليوم، وبنفس الوقت الإصدار، يعني دار بيبليا ظلت تواصل عملها، لا بل تكثف عملها أكثر بعد، يعني بحيث إلى ما شاء الله أنا أواصل العمل للنفس الأخير للحظة الأخيرة من حياتي. الأب يوسف عفاص، نتمنى لك الأفضل دائما، وأكيد نفتخر بشخصك. شكرا. متابعينا نشكر حسن تواصلكم معنا، كونوا معنا وحلقات أخرى من برنامج مسيرتي مع الرب.